هنيجي بقى للشيء المهم جدا اللي أنا عايز أثيره وهو إن احنا مستهدفين الفترة الجاية إزاي نحسن من مناخ الاستثمار ويبقى هناك وضوح ورؤية واضحة جدا للمسار الاقتصادي للدولة. وده الحقيقة يمكن اللي احنا اشتغلنا عليه مع المجموعة الاقتصادية والمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية. النهارده السيد وزير المالية ودي بناء على توجيهات سياده الرئيس لازم تكون هناك سياسه ضريبيه واضحه هتعلن بتفاصيلها بالكامل في خلال الفتره القادمه هيتم عرضها على فخامه الرئيس لاقرارها واطلاقها للدوله المصريه هدف هذه السياسه ان احنا نحل بيها كل المنازعات الضريبيه السابقه مع كل المستثمرين بصوره جذريه ان يحصل تسي... تيسير كامل لاجراءات الضريبه وإزاي إنها بتتحسب للمستثمرين، المستثمرين دايماً اللي بنقعد معاهم بيقولوا إحنا ما عندناش إعتراض على قيمة الضريبة اللي موجودة، لكن على أسلوب التطبيق، وعندنا دايماً تحدي في إزاي مصلحة الضرايب بتحسب الضرايب وهو ده التحديات والمنازعات اللي بتتم. فاللي هيحصل وهيتم إعلانه إن شاء الله في خلال شهر على الأكثر سياسة كاملة لهذا الموضوع بتحل المنازعات السابقة وأيضا بتضع اسلوب مبسط وواضح وشفاف لكل المستثمرين ولكل القطاع الخاص للتوجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة القادمة كلها للعشرة والخمستاشر سنة القادمين عشان أي مستثمر عايز يدخل النهاردة جوه مصر يبقى عارف كويس كيف سيعامل ضريبيا وكيفية وأليات حساب الضريبة للدولة المصرية كل ده إن شاء الله هنعلنه بالتفصيل بمجرد ما بينتهي السيد وزير المالية من عرضه وإن شاء الله هيبقى حتى هذا الكلام يعني هيطرح بصورة كبيرة جدا أنا بتكلم هنا على وثيقة للسياسات الضريبية لحد عشرين ثلاثين هنطرحه برضو على رجال الأعمال علشان يبقوا شايفينه بوضوح ولو عندهم أي ملاحظات هنبقى بناخدها بالاعتبار بحيث يبدأ التطبيق في هذا الشأن